اليوم غادي نعطيك واحد السر باش تكون ناجح في حياتك من قبل تابونا اي لايك. عندك ولدك ولا بنتك محمقك وما كيتصنطش، خليك معايا، عندي لك واحد السر اللي غادي لا طبقتيه ان شاء الله تكون عندك نتيجه خطيره كما وقعت لي انا مع ولدي. غالي ملي كان صغير كان كيجنني وكيسطيني حيت عنده بيتو، عنده البيرو ديالو، ما كيجيه الحلاوه غير يدير ليا لي ديفوار في هذيك الطبله فين في الصالون، اش من نجاره واش من ستيلويات واش من فترات، حمقني سطاني. واللي نقولوا اليوم نقولوا غدا، ما خليت غوات، ما خليت مناس، ما خليت شانتاج، ما خليت كادويات، ما خليت تحذار، ما خليت بيزو. الا نتوما دي بارون راك عارفين هاد لي تكنيك كلهم كنصلحوهم. في ذاك الوقت انا ما كنتش كوتش، واللي نقولوا اليوم نقولوا غدا هدني حتى وليت كنشوف وكندخل في هذاك الصالون هكاك مربج وكنسكت مفقوصه. ملي تعلمت الكوتشينغ جربت واحد لا استراتيجي هائله اللي من ذاك النهار استعملتها في كل شيء، غيالمون نجحت من داك الشيء. واحد النهار دخلت في الليل وانا نقول له حبيبه ديالي اجي نهضر معاك، قال لي اه ماما اش، قلت له عقلتي حبيبه ملي مشينا لتركيا، قال لي ايه، قلت له عقلتي واحد الليله بقيتي كتعوم في البحر جاك غزال وخرجتي من المثل 8 ونص الليل، قال لي ايه، قلت له عقلتي داك الليله قلتي لا ماما شوف انا ما فيا اللي دوش اليوم وزيدو نسي لي فاكونس، انا كتقولي لي فاكونس ندير اللي بغيت، وقلت لك ايه حبيبه ديالي ما تدوش بلاش عليك، قال لي ايه عقلت، قلت له حبيبه كي دوزتي داك الليله، ماما ما تفكرينيش بداك الليله، كلاتني الملحه ماما كلاتني الملحه، بقيت كنحك ليله كامله والرمله في الفراش كيدير غز 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 غز، افلس ليله دوزت في حياتي من داك العهد ما عمرني غادي نعاود نبات بلا ما ندوش. جيت انا وانا نقولو اش اش اجا حبيبه، عرفتي ملي كدير لي دوفواغ في الطبله وكتخطط ليا بداك الستيلويات والفترات ولاكوم وكتربج ليا داك الصالون هكاك ماما كتبات، قال لي اه كيفاش كاع ماما كتعذبي هكا، قلت له يا وليدي يا حتى انا ما عزيزش عليا الدنيا مربجه، ماما حرام عليك كان قلتها ليا مش حال هذيك راه مشيت لبيتي، قلت له معليش حبيبه ديالي من اليوم صافي تبعدني ما تبقى، قال لي ماما كوني هانيه. ايفيكتيفمون من هذاك النهار ما عمرو عاود دار لي دوفوار في الصالون. دابا خليني نفسر لك الحكمه من وراء هاد ليكزارسيس. الوغ غادي نعطيكم واحد المثال، ولدي غادي نفرضو هو قابط الاجواء ديال لوكس راديو، انا كنت قابطه الاجواء ديال اتلانتيك، اتلانتيك مع لوكس راديو في اجواء مختلفه ما كيتفاهموش، دوك انا كنخبط في جهه هو كيخبط في جهه واحده اخرى، اشنو درت؟ هبطت انا الاجواء ديالو اللي مشيت ليه لواحد سوفونير اللي عاشو كان عنده اليم وفسرت ليه بما انا هالاجواء ديالي، دوك مشيت لعندو الاجواء ديالو اللي هي فكرتو في ان ايفينمون اللي عاش ليه هو اليم وجبتو الاجواء ديالي اللي هي مني كنشوف كولدي كدير هاد الحاجه راه حتى انا كنتعذب، سكيفي كو قدر يتصنت ليك حيت سينو الواحد ما كيتصنت ليكش، دوك كتهضر بالاحتياجات ديالك باش بواحد لابوغت دونتخي اللي هي كنفكروا في شي حاجه اللي هي حتى هو عاشها والماتو، كتقولوا ما فيك اللي عذب ماماك وتالمها في اي حاجه بغيتي، وهاد لا استراتيجي غتخدم لك في كل شيء، في حكان السنينات، في البيجاما، في لي دوفوار، في الدخول معطل بالليل الدراري اللي عندهم من الناس الكبار، في كيخرجوا ويخليك مشطونه ما يعيطلكش وكتبقاي فايقه حتى 8 الصباح عاسه على البالكون ما الفوقوش الوليد ولا بنيته دخلت ولا لا، ضربه بلصقه. غنطلب منكم حاجه وحده جربوها وخليوا لي اون كومونتير تو لي تيمونياج ديالكم ان شاء الله. كانت معاكم نهيد رشاد اللي كتخليكم تزيدوا القدام، هذا هو، الله يحفظكم.